السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه بنكمل في موضوع الثالوث المقدس وما هو موجود عنه في الكتاب المقدس. ورينا في الحلقة الماضية ان من خلال اناجيل مختلفة ان الاناجيل المتداولة في السوق بجنيه وخمسة جنيه، طبعا بعد الحلقات دي سيزداد جدا المبيعات الاناجيل والكتاب المقدس، لان انا عملت لها يعني دعاية كبيرة جدا. ولكن انا وريتكم ان الاناجيل الصغيرة المتداولة فيها شيء عن الثالوث المقدس. الآية 7 في الاصحاح 5 في رسالة يوحنا الاولى، في الاناجيل الكبيرة الغالية اللي هي منقحة وبيتقلنا فيها كل شيء، مكتوب ان الآية دي اضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة، يعني حتى مش مخطوطات اصلية. المخطوطات الاصلية اللي هي ايه؟ لما نفتح اي كتاب مقدس في الدنيا، في الدنيا اول صفحة بتقول لي ايه؟ وقد ترجم من اللغات الاصلية. فالكتاب المقدس بيعتبر اللغات الاصلية اللي هي العبرية، الكلدانية، اليونانية، لكن اللاتيني لا، اللاتينية مش منها كمان. فدي إضافة موجودة في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. شفنا 4 أناجيل وشفنا الاختلاف. أنا فاضل بس نشوف الإنجيل ده، كتاب المقدس ده 120 جنيه. نفتح كده نشوف رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 الآية 7. تعال نكبرها شوية على الشاشة. بيقول إيه في آية 7؟ فإن الذين يشهدون، افتح قوس في السماء، اقفل القوس، هم 3، افتح القوس، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1، والذين يشهدون في الأرض هم وراح فاتح قوس. الله، طب أنت ما قفلتش قوس اللي قبله، 3 وراح قافل القوس، الروح والماء والدم. الله، ده عندي قوس في النص اتفتح وما اتقفلش أبدا. الله أعلم معنى هذا الكلام إيه، يعني غلطة مطبعية، ما جراش حاجة. تعالوا بقى نسيبنا من موضوع الثالوث المقدس، خلاص اتكلمنا في موضوع ألوهية سيد المسيح مش هو الله، الثالوث المقدس مش موجود أي حاجة عنه في الإنجيل إلا في آية واحدة، يا عيني يتيمة، ومش موجود، طلعت إضافة في مخطوطات لاتينية قديمة بس حطيناها للناس في الأناجيل المتداولة وما بيقولهمش حاجة. تعال بقى نتكلم في حكاية ابن الله دي. أولا لازم نفهم إن الثقافة اليهودية اللي هي ثقافة بني إسرائيل اللي منهم سيدنا عيسى عليه السلام، كلمة ابن كذا يعني قريب من، ابن الثروة يعني غني، ابن القوة يعني بطل، ابن الشمس يعني طائر، ابن الله شخص متدين بس خلاص. أنا كمصري الثقافة المصرية فيها ابن نكتة يعني دمه خفيف، لو شفت واحد مسجد ده انت ابن نكتة هيفهم ان انا بقول له انت دمك خفيف، انا بأثني عليه. لكن لو قلتها لجنسية اخرى عربية، جزائري، مغربي، سعودي، كويتي، عراقي، قد يضربني. يعني ايه ابن نكتة، انت بتشتمني؟ عشان الثقافة المصرية هي اللي هتفهم ده. كذلك نفس الكلام الثقافة اليهودية فهم يعني ايه ابن الله، ابن الله شخص متدين. طيب الانجيل بقى، هل قصر الكتاب المقدس قصر بنوة الله على السيد المسيح بس؟ لا، ده هناك أبناء بالطن في الكتاب المقدس. آدم اتقال عليه ابن الله، إنجيل لوقا آدم ابن الله، قوله لداود الله بيقول لسيدنا داود أنت ابني أنا اليوم ولدتك، سليمان هو يبني لي بيتا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. لحد دلوقتي عد معايا بقى، ادم، داود، سليمان، خد عندك كمان الملائكه كلهم. انجيل لوقا مثل الملائكه وهم ابناء الله. عد معايا، عد ايه الملائكه دول كتير، عد الملائكه ازاي؟ الحواريين 12 واحد اهو، قولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، ابي وابيكم. عد معايا دي كمان 12 حواريين وملائكه. انجيل متى، فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل، بيكلم كل الشعب بتاعه
فصلوا أنتم هكذا، كل المسيحيين بيصلوا كده، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. أبانا الذي، يعني كم ابن من أبناء الله دلوقتي بقى؟ بالطن. طن إيه؟ بالملايين، بالمليارات. أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى لصانع السلام. شو بقى كم صانع سلام بقى؟ أنور السادات وبيجن وكارتر وكل اللي صنع سلام في مصر وفي إسرائيل وفي الهند، وكل المشاكل اللي حصلت في الدنيا، كل ما حد بيعمل يصنع السلام، دول أبناء الله. يا خبر أبيض، ده مش سيدنا عيسى بس. طيب ده احنا يا جماعة عندنا في السنة المطهرة عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ده بقى رأى أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلية والبياقي في الشعب. لكن ما معنى عيال الله؟ أبناء الله. هنا بقى نخلي بالنا عشان الثقافة العربية ما بتفهمش كلمة أبناء الله بنفس ما معنى الثقافة اليهودية. فبنفهم إن عيال الله يعني فقراء إلى الله، يعولهم الله، هو ده معنى أبناء الله. اللي شايفينه على الشاشة دلوقتي هو خطاب صدر من جورج واشنطن يونيفرسيتي، على ورق جورج واشنطن يونيفرسيتي اللي أصدره أحد علماء الإنجيل الكبار دكتور بول دوف في الوقت ده سنة 92، كان هو مدرس مساعد في قسم الأديان. أن الآن النهاردة في سنة 2009 هو رئيس قسم الأديان. بيقول إيه؟ السبب إن احنا بنلاقي أحيانا كلمة الإبن الوحيد المولود، the only begotten son، في يوحنا 3:16 او يوحنا 1:18 لها علاقة بمشكلة اريوس الذي ادعى ان المسيح مخلوق. اما في الاصل اليوناني فالكلمة اصلها كلمة مونوجينس، يعني الترجمة الجيدة لها هي كلمة يونيك او فريد، فهو الابن الفريد لله وليس الابن المولود لله. ليه فريد؟ لانه هو الوحيد اللي مولود من امرأة بدون اب بس، فهو فريد، هذا يجعله فريد. ولكن السبب اللي جعل القديس جيروم في القرن الرابع الميلادي يضع هذه الكلمة بدل كلمة فريد كلمة مولود، هو انهاء هذه المشكلة في الكنيسة، وهي مشكلة الاريوسيين او الاريسيين او اتباع اريوس الذين قالوا انه مولود، انه مخلوق غير مولود، فحطينا لهم كلمة مولود فايتين في الانجيل. ايه المشكلة؟ مش مشكلة، ابعتوا لنا حتى يعني اقتراحاتكم، في حاجة تانية تحبوا نضيفها او نشيلها عشان نحل بيها المشكلات دي. انا بوريكم بس الى اي درجة الموضوع مطاط سهل فليكسبل، انما انتوا يا مسلمين متشددين قوي، هو لازم كل كلمه في القران يعني تتمسكوا بيها؟ خليك كده مرن، الموضوع فيه مرونه شديده جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم في عقيده الفداء والخلاص، خطيئه ادم وحواء بين الاسلام والمسيحيه هنتكلم فيها، الخطيئه الموروثه بين الاسلام والمسيحيه، الخطيئه الاصليه بين الاسلام والمسيحيه. خطيئه ادم وحواء تعالوا نشوفها مذكوره ازاي في الكتاب المقدس. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا فكلا منها رغدا حيث شئتما. ماشي. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل أكلا. يعني الشجرة دي شجرة معرفة الخير والشر، قالوا ما تاكلش منها عشان ما تعرفش الخير والشر. كلام غريب أوي الحقيقة. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك اليوم تأكل، لأنك اليوم تأكل منها تموت موتا. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة، التعبان قال للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، الست
هي اللي قررت واعطت رجلها ايضا فاكل، اكلت وادت رجلها اكل. المشكلة مشكلة ايه؟ ان الست ادت الراجل وراجل سمع كلامها. في الدنيا راجل يسمع كلام واحدة ست؟ اه غلط اهو. وعلم انهما عريانان فخاط اوراق تين وصنع لانفسهما مآزر. الحلقة القادمة نكمل الحكاية الغريبة دي.